مباراه انديه كاس العالم لكره القدم التي اختتمت في مملكة المغرب. نقول شكرا لمملكة المغرب على هذه الاستضافة الجميلة، على هذا التنظيم الأكثر من رائع. شاهدنا احتفالية وشاهدنا تنظيم داخل الملعب وخارج الملعب يرتقي بسمعة هذا البلد الجميل. نحن فخورون كل الفخر بأن دولة عربية تنظم بهذا الشكل. أعتقد الدول العربية قادرة أن تحتضن مثل هذه البطولات. أحب أبارك للمملكة المغربية قيادة وشعبا على التنظيم الرائع الكبير الراقي اللي فعلا أثبت المغرب أنه قادر على تنظيم احتفاليات أكبر وأكبر من الحدث كأس العالم للأندية، قادر لأنه ينظم كأس أفريقيا، قادر لأنه ينظم كأس العالم. فالمغرب الصراحة أمتعنا من خلال ما شاهدناه على شاشات التلفزة، من خلال الحضور الإعلامي المتميز، من خلال الحضور الجماهيري. مرة أخرى أبارك للمملكة المغربية الشقيقة على هذا الإنجاز.